واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الواجب على جميع الثقلين التفقه في الدين والتبصر من طريق القرآن العظيم وسنة المطهرة، فالله أوجب ذلك حتى تعبد ربك على بصيرة، حتى تؤدي هذه العبادة التي أنت مخلوق لها على بصيرة، على علم، على هدى، وهي توحيد الله وطاعته واتباع شريعته والحذر مما نهى عنه. وأساسها وأصلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، هما أعظم واجب وأوجب واجب، أن تعبد الله وحده وأن تخصه بالعبادة وأن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن يخص الله بالعبادة، دعاء والخوف والرجاء والتوكل والصلاة والصوم والصدقة والحج وغير هذا، كله لله وحده تخصه بالعبادة جل وعلا، لا تعبدوا سواه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مع الشهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله، تعبده سبحانه على ما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تنقاد لشرع الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن إخلاص لله ومحبة لله وتعظيم لله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين، ألا تعبد إلا الله وألا تعبد إلا بشريعة رسوله محمد.